يكون معانا الكابتن احمد مصطفى بيبو، المدرب العام لفريق سيراميك كليوباترا. كابتن بيبو، اهلا وسهلا بيك، منورنا. اهلا وسهلا استاذ هاني، ازي حضرتك؟ زي الفل، كل سنه وحضرتك طيب، ومبروك البدايه القويه في البطوله اللي سيراميكا بيحمل لقبها والفوز النهارده على انبي. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله، فوز مهم جدا جدا. مرينا بظروف صعبه في السوبر، اللعيبه جايه عندها حاله يعني من الاحباط شويه، كان نفسنا نعمل حاجه احسن من كده في السوبر. بس اشتغلنا الفتره اللي فاتت دي نحاول نخرج اللعيبه من الوضع اللي هم كانوا فيه. دخلنا زي ما حضرتك تفضلت برضه في البدايه ان احنا ابطال البطوله دي، وحاطين عينينا عليها ان احنا ان شاء الله ناخدها للمره الثانيه. المباراة 2-0، لكن كانت ممكن النتيجة تبقى أكتر، وبالتالي فكرة الفرص اللي أهدرت اللي خلت المباراة معلقة لحد الثانية الأخيرة منها، إزاي شفتوها كجهاز فني كابتن بيبو؟ احنا بنعاني من إضاعة الفرص دي لينا فترة، بنشتغل على الموضوع ده في التمرين، مش مقصرين في التمرين، لكن كل فرصة وبيكون ليها ظروفها مع اللعيبة. احنا مش هنبطل ان احنا نشتغل برضه ان شاء الله لغاية لما، مش كل ماتش ممكن يجي لك كمية الفرص دي، مظبوط. ممكن برضه لا قدر الله في أي وقت في جون من كرة ثابتة برضه اللي كانوا بيلعبوا عليها في اندي بول ومهارات لك النهارده. الحمد لله، بس ربنا كرمنا في الاخر بتكون يعني بتاع ابوك او خلى شكل المباراه. النهارده شكري كان معايا من كام يوم، محمد شكري، وكان قايل انه مش هيلحق المباراه، بس النهارده لعب اللقاء كامل. الحمد لله عندنا جهاز طبي بخبرة دكتور فريد ودور رضوان، والناس كله شغالين على مستوى عالي معانا، شغالين مع اللعيبه كلها. اللعيب برضه بيكون يعني مش بيدي نفسه امل ان هو يلحق، بس بالشغل بالاجتهاد الحمد لله لحق. شكر للاعيبه المهمه عندنا. فوز بتبدأ بيه المشوار في البطولة النهاردة، أكيد من ضمن الطموحات هي الحفاظ على اللقب، مظبوط؟ بالظبط كده، ده اللي احنا بنسعى له ثاني من فتره، من اول يمكن ما كسبنا البطوله اللي فاتت مع كابتن ايمن برضه، واللي احنا واللعيبه شافته واللي احنا شفناه والاجواء الاحترافيه اللي شفناها في السوبر في الامارات. احنا وراجعين من هناك عندنا امل كبير جدا ان احنا نرجع تاني. ما كانش عندنا حظ في البطوله دي، قدمنا كره جميله الناس كلها شافتها، ما كانش عندنا حظ ان احنا نحقق مكسب او نرجع بالبطوله زي ما كنا رايحين املنا في كده. ان شاء الله احنا قلنا وتعهدنا مع اللعيبه ان احنا ان شاء الله نحاول نرجع تاني ان شاء الله الموسم اللي جاي بعد ما ناخد البطوله، ايوه. ونرجع نأدي اداء احسن من كده ويكون الحظ معانا. ومعانا لسه في كاس مصر برضه، حاطين املنا كبيره مع الاداره اللي موجوده معانا ان احنا نوصل لحته بعيده بالفرقه ان شاء الله الموسم إن ده. شاء الله. أنا بشكرك جدا كابتن بيبو، نورتنا. الكابتن أحمد مصطفى بيبو، المدرب العام لسيراميك كليوباترا، بعد الفوز على إنبي في بداية المشوار في بطولة كأس الرب.